برموها ثلاثة نتمنوا ان شاء الله الفريق الوداد الانتصار كما العاده. حنا جايين من الديار الايطاليه باش نشجعوا الفريق ديالنا الوداد البيضاوي ان شاء الله 2-0 ولا 3-0 نتمنوا ان شاء الله ديما وداد ان شاء الله. المقابله اليوم تكون مقابله صعبه خاصه ان فريق صن داونز من الفرق القويه وحنا ان شاء الله غادي نكونوا في المستوى رغم غياب النجم ديالنا ونجم اللي خلق المرمره داكشي ولكن غادي ننتصروا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. كننتظروا الفوز بواحد الحصه اللي تكون مطمئنه باش ملي نمشيو لعندهم لهيه نلعبوا في فرحه والفوز للوداد ان شاء الله اكيد. اليوم حنا الوداد البيضاوي جاي للجماهير الكثيره غتشوفوا الجماهير هذاك الشيء اللي كيعجبكم وان شاء الله غنربحوا باربعه اليوم ان شاء الله 4-0 4-0 ان شاء الله بحول الله. عصبه وداديه ان شاء الله. كتشوفوا اليوم جمهور غافر الحمد لله والماتش باقي ليه دابا شي 4 سوايع ولا 5 سوايع وجمهور جاي مستاند الفريق الوداد البيضاوي وكنتمنوا من الفريق الوداد البيضاوي ما يرجعش هذا الجمهور ديال الحضاره ديالنا ما يرجعوا مربوحه وكما ضربنا حوليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك العواش للجميع المغاربه. كنتظر الفوز ان شاء الله بنتيجه 2-0 لصالح فريق الوداد وحنا سواء معايا مشجع فريق الجيش الملكي اللي هو صاحبي جاي يشجعنا والمغاربه كاملين ان شاء الله غيشجعوا ديما وداد ديما وداد ان شاء الله. كمشجع لفريق الجيش الملكي جيت اليوم باش نشجع فريق الوداد الرياضي البيضاوي. المهم كاملين خوت الحمد لله مغاربه هذه حتى حاجه ما كتفرقنا. المهم ديما عسكر وديما وداد معاهم مربوحه ان شاء الله.